باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اخر ايه اتقالت في انجيل النهارده، ايه بيقول فيها رب المجد: لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا بالعدل. من اشهر الخطايا اليوميه اللي كلنا بنقع فيها هي خطيه الادانه، سواء بالقول اللي ليها ثلاث صور: صورة بالقول إن أنا بقول فلان عمل كذا، وصورة أسوأ اسمها التشهير، يعني بقى ده أنا ألف وأقول فلان عمل كذا، أو أبسط صورة منهم إن أنا بدين بالعقل، يعني في تصرف حضرتك ما عملتيه ما عجبنيش، يعني نقول برضو معقولة تعمل كده بس ما أقولش. لكن التلاتة كلهم تحت عنوان الإدانة. ربنا يسوع المسيح بيلفت نظرنا النهاردة لحاجة معينة، إن في أوقات كتيرة قوي من أحكام الإدانة بتاعتنا بيكون فيها كمان خطأ، إنها إدانة ظالمة. أولاً لو الإدانة حقيقية دي خطية، يعني لو فلان كذب وقلت فلان ده كذب دي إدانة، أو فلان ده كذاب تبقى دي إدانة لا يبررها إن هو كذاب. لكن تصوره هو مش كذاب وأقول عليه كذاب، دي تبقى مشكلة أكبر، بقت إدانة ومش عن حق. فالمسيح بيقول لنا انك انتوا بتحكموا بحسب الظاهر، عادة بتحكموا باللي بره وما تعرفوش اللي جوه شكله ايه. في بيت سمعان الفريسي دخلت مرأة خاطئة، من بره هي مرأة خاطئة، لكن قلبها كان قلب فيه دموع وتوبة اكتر من سمعان الفريسي اللي كان عازم المسيح وبيأكله. فهي قدامنا زانية، وده قدامنا خادم فريسي. قدام المسيح انت انسان قصرت في ضيافتي، وقعت في الإدانة، والمرأة دي من جواها مرأة تائبة توبة أحسن منك أنت. اللي احنا بنقول عليها زانية كانت عند ربنا أفضل من سمعان الفريسي اللي لقب فريسي وكان عايش كمعلم وكخادم. احنا بنحكم غلط، بنحكم بحسب الظاهر، واحنا ما نعرفش القلوب فيها ايه، ولا نعرف ربنا شايف الخلفيات بتاعت الإنسان دي فيها ايه. في مرة من المرات أب راهب من أرض مصر اشتهى أن يشوف القديس باسيليوس الكبير بما له من قداسة وحكمة، ركب المركب وراح عشان يشوف القديس باسيليوس. فلما دخل القداس لقى لابس التونية بتاعته مزينة بيسموها قصب الذهب، يعني خيوط رفيعة قوي بس ذهب فعلا، يعني دي خيوط عادية واخدين بالكم متلونة، لكن التاني لا دهب بقى دهب. فضرب كف على كف، ما هو راهب بقى عايش تقش في القرن الرابع الميلادي، قال هو ده باسيليوس اللي أنا جاي أشوفه؟ يا خسارة المشوار، ده راجل لابس دهب، لابس دهب. وبعدين وقع في الإدانة وكان متعكر قوي. وبعدين وهو بيلف في البلد بالليل جه قرب من قصر الملك، فلقى زي بدروم كده طالع منه صوت، فوطأ قوي على ركبه وبيشوف ايه اللي بيحصل. لقى القديس الانبا باسيليوس والملك والملكه لابسين مسوح. المسوح ده يا اما الخيش، لو تفتكروا الخيش بتاع زمان اللي كانوا بيسوحوا في البيوت، او نوع من انواع جلد الماعز الخشن قوي، يعني ده مسوح وده مسوح. وكانوا اوقات بس مش في الطقس ده، يعني ما علينا، كانوا لابسين مسوح. وشايفهم قاعدين يشتغلوا هم التلاتة بشغل ايديهم وبيصلوا وحافظين مزامير بيربعوها مع بعض، سمعوا المزامير كلها. فضربوا في قلبه، قلبوا ضربوا ليه؟ لان ادان القديس باسيليوس الصبح. اتاري القديس باسيليوس بيلبس اللبس ده من اجل بهاء مكهنوت المسيح، لكن هو جوه لابس ايه؟ لابس مسوح اللي محدش فينا يقدر يحتمله على جلده، كان هو لابسه وطول الليل بيسبح ربنا. وكان حاطط عهد هو والملك والملكة ألا يأكلا، يعني الملك كان القصر بتاعه مفتوح عزايم لكل الناس، لكن الملك ما يأكلش لقمة واحدة منهم، لكن يأكل بصناعة إيديه، يعني اللي بيبيعه يأكل منه، مش عشان أنا ملك أكل ببلاش. فشعر إن الملك اللي اسمه ملك والملكة اللي اسمها ملكة اللي عندهم تيجان من ذهب وألماس عايشين طقس رهبنة أعلى منه هو الراهب اللي جاي من أرض مصر. لا تحكموا بحسب الظاهر، ملناش دعوة بظروف الناس،
ملناش دعوة بظروف الناس. واحدة تقول لي في واحدة يا ابونا كانت اوفر في مكياجها قوي وهي جاية من الكنيسة. انت مالك يا بنتي وانت مالك؟ انت عارفة دي ظروفها ايه؟ انت عارفة ان ممكن تكون بتجرجر في رجلها وقاعدة زي العشار اللي بيقول اللهم ارحمني الخاطي، واحنا في دور الفريسي بنقول نشكرك يا رب، احنا مربين بناتنا احسن من كده بكتير. الحقيقة هنضيع، هنروح في داهية، لان احنا لو عملنا كل البر وعين في الإدانة هندان، لان ربنا قال لا تدينوا كإلا ايه؟ لا تدانوا. فلا تحكموا بحسب الظاهر، انتوا ما تعرفوش الناس شكلها ايه، وما تعرفوش الناس بتعمل ايه، وما فيش حد يفحص الكلى والقلوب الا رب المجد يسوع الديان العادل. شيل انت نفسك من الدينونة، ربنا يرحمك في اليوم الاخير. تفضل بقى انت عامل مركب نظارة كده دبل، وقعد تقول على ده وقعد تقول على دي وقعد تقول على دي، ما حدش فينا هيخش السماء. راجعوا نفسكم. انا بقول ان لو فحصنا ضميرنا بأمانة، ما حدش فينا ما بيقعش في الإدانة. لو انا قلت على الاقل على الاقل على الاقل على الاقل بالميت مرة واحدة في اليوم، يعني انا محتاج دينونة كل يوم من الله، برجع بقول له انا غلبان يا رب، ارحمني كعظيم رحمتك. يقول لي طب ارحم اخوك يا اخي وما تجيبش سيرته، ارحم يا اخي اخوك وقدر ظروفه. ما بنقدرش. الإدانة قساوة قلب، القلب الحنين يلتمس الاعذار للناس، يقول يا رب حتى لو هو غلطان ده انت قلبك كبير تسامحه. لكن في واحد يبقى حامل إدانة يقول لك معقوله فلان ده بعد اللي عمله ربنا هيسامحه؟ طب ازاي انت كده حكمت على موسى الاسود وحكمت على اللص اليمين؟ انت مالك انت؟ ده انت اللي فوق كتافك لو فضلت تسدد فيه لغايه اخر يوم في عمرك هتبقى عاوز فوق العمر عمر. الايه عشان ما تنساهوش بتقول ايه؟ اوعوا تحكموا بحسب الظاهر، لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا بالعدل. واحسن ما تحكمش في حاجه. ليه؟ لانك انت مالكش انك تحكم على اي حد. لإلهنا كل مجد وكرامه الان والى الابد امين.